حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. المصدر أونلاين: محتجون غاضبون يقطعون عددا من شوارع صنعاء تنديدا من انعدام الغاز المنزلي. ومن جولتنا في الصحافة الفرنسية: إيران تطالب بتحمل المسؤولية عن مبيعات الأسلحة إلى الرياض. البي بي سي تتحدث عن حزب عدد أعضائه 88 مليون عضو، بينهم 20 مليون امرأة. ومن الأخبار المنوعة أيضا: امرأة من أندونيسيا تعرض منزلها للبيع والزواج من المشتري. أهلا بكم. البداية من أكثر الأخبار التي تداولتها المواقع الإخبارية اليمنية، والخاصة بالإفراج عن صحفيين معتقلين لدى ميليشيات الحوثي منذ عامين، وعنون الموقع بوست: ميليشيا الحوثي تفرج عن الصحفيين المنيفي والعيسي بعد عامين من الاختطاف. وقال الموقع إن ميليشيا الحوثي أفرجت عن الصحفيين عبد الله المنيفي والناشط الإعلامي حسين العيسي، اللذين تم اختطافهما سابقا بمحافظة ذمار ضمن حملاتها ضد مناوئيها. وقال الموقع إن الإفراج جاء بعد أكثر من عامين على اختطافهما، وأنهما بصحة جيدة دون الإدلاء بتفاصيل أخرى حول عملية الإفراج وما إذا كانت ضمن صفقة تبادل أسرى أم لا. وكانت ميليشيا الحوثي قد اختطفت الصحفيين المنيفي والعيسي من مكان تواجدهما في مدينة ذمار، واقتادتهما إلى مكان مجهول في 18 من فبراير 2016 قبل أن يتم نقلهما إلى سجون تسيطر عليها الجماعة بصنعاء. وما يزال حوالي 20 صحفيا يقبعون في سجون الحوثيين، معظمهم قضوا أكثر من 3 أعوام في المعتقلات دون محاكمات أو تهم. موقع المشاهد نت يتحدث عن الإفراج عن الصحفيين، ويورد ما قالته مصادر قبلية من أن إطلاق سراح المعتقلين المنيفي والعيسي جاء بعد وساطات قبلية من قبائل محافظة ذمار تدخلت للضغط على جماعة الحوثي إلى أن تم الإفراج عنهما. وقال الموقع إن المنيفي يعمل مديرا لإدارة الأخبار بموقع الإصلاح نت وصحيفة الصحوة، بينما العيسي ناشط إعلامي مناهض لجماعة الحوثي. كان شابا عاديا له قرية وبيت وأصدقاء، وفجأة ترك كل ذلك وسافر إلى ميليشيات الحوثي التي خضع لدورة تثقيفية لديها، وبعد أن أكملها عاد إلى قريته القديمة. فماذا فعل ذلك الشاب من أهالي قرية في مديرية بلاد الطعام بريمة؟ الكاتب علي الفقيه يخبرنا بما فعل العائد. أمس الأحد تلقيت نبأ مقتل 4 وإصابة 3 من المواطنين في قرية الغربي بعزلة المسخن مديرية بلاد الطعام بمحافظة ريمة على يد شاب مراهق كان للتو عائدا من دورة ثقافية لجماعة الحوثيين تلقى فيها تعبئة طائفية عنيفة. دهم القرية شاهرا بندقيته يحمل الموت لكل من لا يردد الصرخة أو يشكك بوجوب الجهاد استجابة لنداء السيد الذي سمع عنه كثيرا في الدهاليز المظلمة طيلة أيام الدورة. عاد ليقول لأهل قريته أنه صار مجاهدا، وأن عليهم أن يرددوا وراءه الصرخة ويرسلوا أبناءهم معه للقتال ضد أعداء الله. القرية التي تنام على ضفاف وادي أسملان الخصيب وتتنسم العبق المتصاعد من حقول الذرة، في تقديري أنها لم تعرف العنف منذ خلق الكون. انتهى أهل القرية من أداء صلاة الظهر في مسجدهم الصغير، فنهض الفتى متأبطاً بندقيته وعيناه تقدح شرراً، ورفع يده إلى الأعلى وصرخ بالموت لأمريكا التي لم يسمعوا عنها إلا في المذياع. نظر إليه العدد القليل من المصلين الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين. غادروا الجامعة وهم يتمتمون بتعليقات متبرمة من هذا التصرف الذي يثير الصخب في مسجد تملأ جوانبه التسبيحات ودعوات الريفيين البسطاء، قبل أن تتردد في جنوباته هتافات الموت واللعنات. وما هي إلا لحظات حتى فتح الفتى المجاهد أمان بندقيته وأمطر الحاضرين ناراً قتلت 4 وأصابت 3 من أهله وأصدقائه. كانت هند ترقب المشهد من أمام منزلها القريب من المسجد،
وحين رأت خالها سقط مدرجا بدمه هبت لإنقاذه، إلا أن البندقية التي أرسلها عبد الملك الحوثي إلى القرية النائية كانت تترصدها أيضا لترديها قتيلة. غرقت القرية بالدماء والهلع الذي لم تعرفه يوما. بعد وقت قصير وصل الطقم التابع للجماعة التي تسمي نفسها أنصار الله، وعلى وقع الزامل المنبعث من نافذتها ذي مقتنع بالله وبآل النبي صفر المعابر تقنعه. حمل المسلحون رفيقهم القاتل بزهو وذهبوا به بعيدا بعد أن أنجز مهمته المقدسة. استمرارا لإشعال الحرائق في عدن، يعنون موقع عدن الغد اندلاع حريق بمحل تجاري عقب تعرضه لإطلاق نار بعدن. وقال الموقع إن حريقا اندلع فجر الاثنين بمحل إلكترونيات وألعاب نارية وسط الشيخ عثمان عقب تعرضه لإطلاق نار. وقال شهود عيان وسكان محليون لعدن الغد إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على المحل الذي يقع وسط الشيخ عثمان، وتسبب إطلاق النار باندلاع النار بالمحل ووقوع انفجارات للألعاب النارية التي كانت مخزنة داخل المحل. يتابع الموقع: هرع المواطنون إلى المكان لإخماد الحريق في عدن التي تشهد انفلاتا أمنيا هو الأكبر في تاريخها. تتحدث صحيفة الأيام عن ما أسمته كابوسا للمسافرين اليمنيين، وعنونت الصحيفة: منفذ وطريق بري يربطان بين اليمن والسعودية يتحولان إلى كابوس للمسافرين. تقول الأيام: يظهر مئات المسافرين المصطفين في طوابير طويلة في رحلة انتظار بغية الدخول أو الخروج إلى منفذ الوديعة، ومن بين هؤلاء ملك شاحنات يقضون قرابة شهر أو أكثر إلى أن يحين دورهم. وفي خضم العشوائية وبطء الإجراءات في منفذ الوديعة، يبدو أن الوضع بات عاملا مساعدا في ممارسة الفساد على نطاق واسع، ويجمع البعض جبايات غير قانونية ورشاوى أيضا. تتابع الصحيفة: قبل اندلاع الحرب الأخيرة كان هناك مخطط لنقل جميع المرافق في المنفذ القديم إلى المنفذ الجديد، لكن الصراع حال دون نقلها. سباق السياسي المصري محمد أبو الغيط كتب مقالا عن حرب اليمن وطول أمدها، وأضاف في صحيفة العرب الجديد: كل مهتم بتغطية الأوضاع الإقليمية يعرف جيدا عبارة الإعلام الحربي الخاصة بالجهات العسكرية المدعومة إيرانيا. في اليمن مثلا، في البداية كانت مقاطع الفيديو الخاصة بالحوثيين تحمل عبارة اللجنة الإعلامية لأنصار الله، لكن لاحقا تغير الاسم إلى الإعلام الحربي، ويتم وضع العبارة بخط مميز على الجانب الأيمن لمقطع الفيديو، وهو ما يحدث نفسه بالنمط نفسه بالضبط في إصدارات العراق وسوريا. وهكذا نشأت مواقع وصفحات الإعلام الحربي المركزي التي تثبت بوضوح تام كيف يحارب كل هؤلاء في مختلف الجبهات تحت رعاية جهة واحدة، وحتى بنمط إعلامي موحد بأدق التفاصيل. هذه القدرة على توحيد القيادة والسيطرة تمثل عنصرا رئيسيا في تمكن إيران من دعم الأنظمة الموالية لها وتحقيق انتصارات على أعدائها المشرذمين المتقاتلين، وأيضا في تجاهل الغرب لممارسات الميليشيات الإيرانية ما دام لا يخرج منها انتحاريون يفجرون أنفسهم بعواصم العالم. قبل أيام شهد مجلس الأمن الدولي مشهدا إيرانيا آخر، استخدمت روسيا حق النقض الفيتو لمنع إدانة إيران بتهمة خرقها قرار مجلس الأمن بمنع تصدير السلاح إلى التحالف الحوثي صالح، وذلك بعد صدور التقرير الرابع للجنة خبراء مجلس الأمن المشكلة بموجب القرار 1240. وثقت التقارير في سرد مطول جرائم ارتكبها الحوثيون تشمل تجنيد الأطفال، اختطاف الصحفيين، التعذيب، القصف العشوائي على المناطق المدنية. على الرغم من ذلك كله تمت إعاقة القرار، وكان دفاع روسيا وإيران أنه حتى لو ثبت أن هذه الصواريخ والأسلحة إيرانية فإنه لم يثبت كيفية وصولها إلى داخل اليمن. هذا المشهد خارق التعقيد وخارق المأساوية لا يوجد حل سهل، لا يمكن القول إن هناك طرفا يمكنه سحق الآخر بشكل نهائي وقاطع.
احتج العشرات من سكان العاصمة اليمنية صنعاء يوم الأحد تنديدا بانعدام الغاز المنزلي وارتفاع سعره في السوق السوداء إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعر الاسطوانة إلى نحو 8000 ريال مرتفعة بنسبة 120%، ويعنون موقع المصدر أونلاين. محتجون غاضبون يقطعون عددا من شوارع صنعاء تنديدا بانعدام الغاز المنزلي. وقال شهود عيان المصدر أونلاين إن سكانا غاضبين قطعوا عددا من الشوارع وأحرقوا إطارات السيارات احتجاجا على خلفية ارتفاع السعر، كما رددوا شعارات غاضبة ضد جماعة الحوثيين. ووفق الشهود فإن مسلحين تابعين للحوثيين انتشروا في الشوارع التي شهدت احتجاجات فور تجمع المحتجين، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء من أجل تخويف المتظاهرين. تابع الموقع: تعاني صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة من ارتفاع مهول في قيمة أسعار الغاز المنزلي وانعدامه بشكل كلي. من داخل غرفة صغيرة في منزل قديم بحي القاسم في مدينة صنعاء التاريخية، يقود ناشطون وأكاديميون يمنيون مبادرة فريدة للحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي اليمني وإعادة إحياء الأشغال والحرف التقليدية اليدوية. وقد تحدث عن هذه المبادرة موقع ارفع صوتك وعلق: كهرمان اليمنية المحافظة على التراث في بلد يحترق. يضيف الموقع: تحت سقف الغرفة التي تتخذ منها مؤسسة كهرمان الثقافية والفنية مقرا لها، تتوزع بشكل فني جميل اكسسوارات ومنسوجات يدوية وأوان وأدوات منزلية ولوحات فنية تعكس تنوع التراث اليمني ومؤسسة كهرمان الثقافية وغير ربحية. وتقول رئيستها آلاء الأصبحي: إن هدف المؤسسة تنمية الوعي بأهمية الحفاظ على الموروث الحضاري اليمني وإبراز هويتنا الوطنية التي بدأت للأسف تشوه وتطمس وتهمش. وتؤكد الأصبحي أن العمل هو جهود فردية، والمبالغ المالية الرمزية التي نأخذها مقابل القطع التي يشتريها الناس الغرض منها استمرار تسيير نشاط المؤسسة. ومع ذلك لا تخفي السيدة الأربعينية حالة الإحباط، تقول: هذا الإناء مثلا من أجل صناعته نحن بحاجة إلى طين، وهذا نوع من الطين موجود في منطقة اسمها حيس جنوبية محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، لكن الوصول إلى ذلك المكان صعب في الوقت الراهن بسبب الحرب. إذا بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. جولتنا في الصحافة الدولية نبدأها من الصحافة الفرنسية وتحديدا من صحيفة لو فيغارو الفرنسية والتي عنونت: اليمن إيران تطالب بتحمل المسؤولية عن مبيعات الأسلحة إلى الرياض. وتقول الصحيفة في ترجمة خاصة بقناة بلقيس إن الرئيس الإيراني حسن روحاني صرح لنظيره الفرنسي أنه يعتقد أن الدول التي تبيع أسلحة إلى السعودية يجب أن تتحمل المسؤولية عن جرائم الحرب التي ارتكبت في اليمن. تضيف الصحيفة: تعتبر المملكة العربية السعودية وهي على رأس تحالف عربي يتدخل عسكريا في اليمن أحد أهم زبائن صناعة الأسلحة الفرنسية. وفقا لتصريح إيراني رسمي، فقد قال حسن روحاني في اتصال هاتفي مع إيمانويل ماكرون: نشهد في اليمن جرائم حرب، ويجب محاسبة الدول التي تقدم الأسلحة إلى السعودية والتحالف العربي. ويأتي نشر هذه التصريحات خلال ساعات من وصول وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان إلى طهران في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا. ويعتزم لودريان الدخول في حوار صريح مع السلطات الإيرانية حول برنامجها البلاستي والطموحات الإقليمية لإيران التي تعتبرها باريس توسعية.
صحيفة العرب الجديد تعنون: أوراق ثبوتية غالية في اليمن، حيث صار الحصول على الأوراق الثبوتية والتراخيص التي تمنحها السلطات في اليمن صعبا في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد وحالة الشلل التي تعاني منها المؤسسات الحكومية. فقد فتح الأمر المجال أمام عاملين في المؤسسات الخدمية للمتاجرة بتلك الوثائق الشخصية، رخص القيادة من تلك الوثائق. كذلك يخبر المواطن علي أبو عواض أنه لم يتمكن من استخراج رخصة إلا بعد دفع مبلغ مالي إضافي إلى أحد السماسرة، بالإضافة إلى رسوم الرخصة الرسمية. من جهته يوضح مصدر في الإدارة العامة للمرور في صنعاء للعرب الجديد أن ثمة عددا محدودا من البطاقات الإلكترونية الخاصة بالقيادة، بالتالي فإن حرص المواطنين على الحصول عليها قبل نفاذها يجعل منها وسيلة للإثراء لهؤلاء الذين يتاجرون بها. أما اليمنيون الذين يرغبون في السفر إلى خارج البلاد يجدون أنفسهم كذلك مجبرين على التعامل مع سماسرة سوق الوثائق الشخصية السوداء، لا سيما بعدما كانت الحكومة الشرعية قد حظرت التعامل مع جوازات السفر الصادرة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. سباق تسلح وساحات تجارب. تحت هذا العنوان كتب حسام كنفاني مقاله في العرب الجديد مضيفا: على الرغم من أن النظام في روسيا لم يعد شيوعيا، إلا أن الإرث السوفيتي لم يندثر ولا يزال موجودا في ذهنية فلاديمير بوتين منذ لحظة وصوله إلى الحكم. ويبدو أن الرئيس الروسي القادم من خلفية مخابراتية لم يستسلم بعد لخسارة بلاده الحرب الباردة مع الولايات المتحدة، وها هو يعيد إحياءها من جديد بأشكالها كافة. جديد الحرب الباردة حالياً في سباق التسلح الذي أثار كثيراً من القلق لدى الولايات المتحدة والدول الغربية، والتي لا تنظر إلى استعراض السلاح الروسي بوصفه حدثاً عادياً بل رسالة ذات مغزى. زاد عليها بوتين بالحديث المباشر عن الرد النووي على ضرب الحلفاء في حال تعرضوا إلى هجوم نووي. رسائل بوتين لن تمر من دون رد، والكلام هنا ليس عن التعليقات التي خرجت عن وزارات الخارجية في أمريكا والدول الأوروبية، بل في عمل فعلي على الأرض. فلا شك في أن ما استعرضه بوتين أطلق صفارات الإنذار في وزارات الدفاع وقيادات الجيوش في الدول الغربية، والتي باتت منكبة على تحليل كل صور الترسانات الروسية وقياس مدى القدرة على مماثلتها أو التفوق عليها. الأمر الذي سيؤجج سباق التسلح ويزيد مكاسب مصانع الأسلحة. القلق الأساسي من هذا السباق ليس من احتمال تفجر المواجهة بين المعسكرين الجديدين واندلاع حرب نووية، إذ لا تزال موازين القوى مضبوطة بحسابات الدبلوماسية، بل يجب أن يكون في مكان آخر ألمح إليه بوتين في خطابه. فالرئيس الروسي تفاخر في كلمته بأن الأسلحة الروسية هذه أثبتت فعاليتها في الحرب السورية، وبالتالي اعترف بأن سوريا كانت ساحة تجارب للترسانة العسكرية الروسية التي لم تكن معارك أوكرانيا أو روسيا البيضاء كافية لتأكيد جدارتها. قال الإعلام الصيني الرسمي إن عدد أعضاء الحزب الشيوعي الحاكم يبلغ الآن 88 مليوناً، وذلك بعد أن انضم 1,100,000 عضو جديد في العام الماضي. ويزيد عدد أعضاء الحزب الآن عن عدد سكان ألمانيا بأسرها. وتورد شبكة البي بي سي ما جاء في بيان الحزب من أن هذه الزيادة تبرهن على أن الحزب يزداد نشاطاً وحيوية. وتقول البي بي سي إن عضوية الحزب الشيوعي من الأمور التي يسعى إليها الصينيون، إذ أن بوسعها العودة بمنافع جمة على العضو من علاقات مفيدة في مجالي الأعمال والتعليم إلى الهيبة المرتبطة بالانضمام إلى الطبقة الحاكمة. تتابع الشبكة: يشكل أعضاء الحزب الشيوعي 7% من مجموع سكان الصين البالغ 1,037,000,000 نسمة، ويبلغ عدد عضوات الحزب 21,672,000 عضو.
تقول صحيفة البيان أن امرأة تعرض بيع منزلها والزواج من المشتري. أما التفاصيل، إن امرأة إندونيسية ضربت عصفورين بحجر بعدما نشرت إعلانا يتضمن عرض منزلها للبيع والزواج من المشتري. وأمضت وينالية البالغة من العمر 40 عاما 7 أشهر في فحص عشرات عروض الشراء التي يقدمها المشترون العرسان قبل أن تقرر قبول عرض رجل يصغرها بعامين، ووصفته بأنه الرجل المناسب. ليا أرملة وأم لطفلين أخبرت وسائل الإعلام المحلية أنها طرحت هذا الإعلان بناء على اقتراح وسيط عقاري سمع منها معاناتها في رحلة البحث عن الشخص المناسب بعد وفاة زوجها قبل 17 عاما. وتناقلت وسائل إعلام عالمية من بينها مجلة التايم الأمريكية قصة قيام تلك المرأة بنشر إعلان إلكتروني لبيع منزلها بسعر غير قابل للتفاوض 76,000 دولار و500. وقد كتبت في الإعلان: المشترون الذين لا يتفاوضون على السعر بإمكانهم أن يطلبوا يد المالكة إن انطبقت عليهم الشروط والأحكام. المنزل يقع في منطقة سليمان بالقرب من مدينة يوجيا كارتا في جزيرة جاوا الإندونيسية، ويتكون من غرفتي نوم وبركة أسماك صغيرة وفناء خلفي واسع. من الديلي تيليغراف وبجولتنا المصورة لهذا اليوم نتابع مجموعة صور عن الطبيعة والخراب فيها المتمثل بالحروب، إضافة إلى لقطات لبراءة الطفولة. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.